ينضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي، وأيضا ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك الأستاذ أمير المفرجي، يعني إعلان برهم صالح استعداده تقديم استقالته بلا شك يعني خلفت تداعيات كبيرة، بداية كيف تقرأ هذا الإعلان؟ مساء الخير، أهلا بك. بطبيعة الحال ما يجري الآن في العراق هو نتيجة يعني لهذه المشكلة الكبيرة التي حلت في العراق. إذا في نظري أن قضية يعني طلب رئيس الجمهورية يعني ترك السلطة هو نتيجة يعني للمشكلة الكبيرة التي حصلت في العراق، ألا هي مشكلة ثورة الشارع العراقي ضد الحكومة وضد النظام العراقي. ولكن قد تكون تحت هذه الاستقالة هناك أشياء مبطنة لا نستطيع أن نعرفها، قد تكون نوع من يعني الرجوع إلى الخلف للتقدم أكثر، هذا يعني تهدئة الشارع العراقي ولجعل يعني الناس يفكرون بأن هناك شيئا ما قد يحل وقد ينتج لهذه يعني الانتفاضة العراقية. إذا يجب الحق من هذه، يجب أن نعرف ماذا وراء هذه الاستقالة. نعم أستاذ حسين، يعني برهم صالح غادر المنطقة الخضراء إلى مدينة إلى محافظة السليمانية عفوا فورا بعد إعلان استعداده الاستقالة من منصبه، يعني كيف نفهم هذا الأمر؟ هل هو فعلا مقدم على الاستقالة أم أنه يحاول الضغط على الكتل السياسية؟ يعني يسعد مساك ومسا مشاهديكم الكرام، حياك الله. يعني لا احد يريد ان يتنازل في سلطة بغداد عن اي من المكاسب السياسية والمالية التي تحققت خلال المرحلة السابقة، وبالتالي كل الاطراف والكتل العاملة في النظام السياسي يعني لا زالت تتصارع على حماية نفسها بترشيح رئيس وزراء من هذه الكتلة أو تلك. وأنا أعتقد أنه هذا الصراع يمتد إلى ما وراء تلك الكتل، يعني للدول النافذة في العراق، الولايات المتحدة وإيران. أعتقد أنه يعني ضغط الشارع كان يكفي لإسقاط هذه الكتل لو لم تكن مدعومة دعما قويا من الخارج. لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تناور، ولا زالت يعني متمسكة بالنظام السياسي كنظام وتحاول تدوير الأشخاص هي والجوار الإيراني. أما بشأن يعني مبادرة صالح، يعني أنا أعتقد كما ذكر صديقنا من باريس أو نعم. لندن العفو نعم. الأستاذ أمير باريس دكتور أمير الدكتور أمير بأنه قد تكون مناورة عودة للخطوة للوراء للضغط يعني لتخويف المنتفضين من حالة الفراغ الدستوري نعم. وأحيانا الحديث يعني يكثر الحديث عن فراغ دستوري وفراغ غير دستوري نعم. أنا أعتقد الجماهير المطالبة بإزالة النظام السياسي لم يعد يعنيها الفراغ الدستوري. بالضبط، هي الجماهير هي خرجت أساسا على الدستور، هي لا تريده وليس نعم. لم يعد يعنيها الفراغ الدستوري نعم. هي لا تريد لا الدستور ولا يكون هناك نعم. فراغ في العراق نعم. الأصل في الموضوع نعم. أن الناس هي ممسكة باليوم بزمام ابقى معنا أستاذ حسين العليان لو سمحت. بالعودة إليك أستاذ أمير المفرجي، يعني بشكل مفاجئ أعلن البرلمان رفع جلسته إلى إشحار آخر دون تحديده، يعني واليوم يهدد بإمكانية قبول الاستقالة إذا لم يتراجع عنها برهم صالح. ماذا يريد الحلبوسي من هذا القرار؟ يعني كان التحذير من الفراغ الدستوري بينما التظاهرات خرجت ضد الدستور وضد النظام بالكلية. في الحقيقة أن السيد الحلبوسي هو نفس يعني سيكون الهدف التالي، لأن الانتفاضة العراقية انتفاضة تشرين قد كانت واضحة بكل معنى الكلمة، ألا وهي إنهاء العملية السياسية. وعندما نقول إنهاء العملية السياسية
هي استقالة البرلمان واستقالة الحكومة. استقالة الحكومة الآن استقالة البرلمان وشبه استقالة لرئيس الرئيس برهم صالح. إذن الحلبوسي يراوغ في مكانه وكأنه يعني لا يعرف ما 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 ما, ما يعني يعمل حوله. المشكلة أن الانتفاضة العراقية قد كانت واضحة وهي إنهاء النظام السياسي في العراق، ولكن يجب أن لا ننسى هناك بعض يعني المراوغات في الوقت الحاضر للتخلص من هذه المشكلة عن طريق يعني مثلا إيجاد حل وسط بمشاركة بعض المظاهرين أو بمشاركة بعض النقابات للخروج من هذه المشكلة. أنا أعتقد هناك بعض المراوغات في انتظار حل ما يعني قد يكون يأتي من هنا وهناك. نعم أستاذ حسين، زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي رد على إعلان برهم صالح باستعداده تقديم استقالته قائلا إنه ليس وظيفة رئيس الجمهورية التعبير عن المتظاهرين، بل وظيفته هو تكليف المرشح برئاسة الوزراء فقط. كيف نقرأ هذا التصريح إذا ما ربطناه بموقف البرلمان؟ يعني واضح أنه التقرير يعني تصريح متعصب لا يفهم كنه العمل الوطني. يعني رئيس الجمهورية وراء الدستور والحارس على الدستور، والشعب في الأول وبالتالي هو مالك الدستور ومالك الوطن ومالك كل شيء. يعني كل الشرعية هي مصدر الشعب، فمن يمثل إذا لا يمثل الجماهير المنتفضة؟ يعني أنا أعتقد هناك حمق سياسي عقيم في داخل هذه الطبقة، وهي لا يمكن أن تقدم تنازلات بسهولة. هي حصلت على مكاسب في غفلة من وعي العراقيين في لحظة من يعني الانهيار الشامل، وتود أن يستمر هذا الوضع في تغييب إرادة العراقيين. وأنا أعتقد الزمن لن يعود للوراء. يعني هؤلاء ليس لديهم حلا لا لقضايا العراق ولا لقضايا الناس، وبالتالي يجب أن يرحلوا. نعم أستاذ أمير، كتلة البناء في أول رد فعلا لها قالت أنه على البرلمان اتخاذ إجراءات بحق برهم صالح بسبب خرقه الدستور. يعني إلى أي مدى ترى أن الطريق ربما الآن يعني أصبح مسدودا بين الرئاسة وبين البرلمان من وجهة نظرك؟ يعني في الحقيقة هي هناك فرصة كبيرة للأحزاب الطائفية للانفراد في السلطة، وهذا يعني فسح المجال لإيران في أن تدخل بصورة مباشرة أكثر، ويعني إزاحة كل من يريد أن يكون في يعني في 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 مقابل هذه يعني الأحزاب. إذن هي فرصة مناسبة لإيران ولأحزاب السلطة في أن يعني تنقلب. هناك نوع من التساؤلات عن احتمال قيام إيران بقيام يعني انقلاب ميليشياوي عسكري في العراق للاستحواذ على السلطة بصورة مباشرة، وهذا ما قد يساعد الأحزاب الفئوية الطائفية التي جاءت بعد 2003 من وضع يدها كاملة على الوضع السياسي وعلى المشهد السياسي العراقي. ولكن أنا لا أعتقد. أستاذ أمير، يعني لماذا وصفوا برهم صالح بأنه خرق الدستور أو تجاوز الدستور، في حين أن برهم صالح حتى بإمكانه حل البرلمان لو أراد، ولكنه لم يتخذ هذه الخطوة؟ طبعا لأن يعني هناك شيء غريب، يعني هناك نوع من الغموض في هذا الانفصال أو يعني الطلاق السياسي بين رئاسة الجمهورية وبين الأحزاب التي تحكم من قبل إيران في العراق، وهذا ما يجعلنا يعني نفكر مرتين أو أكثر بما يعني يعمل فيه في الخفية على مستقبل العراق. ولكن يعني أنا أحب أن أقول شيء وهو هذا الشيء مهم، وهو أن الانتفاضة العراقية قد فرضت يعني مشهدا جديدا على العراق. لاحظوا الآن ما يحدث في العراق، حتى ما يسمى بالمرجعية الدينية قد يعني قررت بعدم الاشتراك في يعني الدور السياسي عن طريق خطبة الجمعة، وهذا ما يثبت بأنها قد انحازت ليس حبا في العراق، ولكن انحازت إلى صوت الجماهير لأنها تريد أن لا تكون خاسرة في يعني نهاية المطاف. وهذا ما يثبت بأن السيد الصدر قد أيضا قد يعني قد وصل قد جعل موقفه بعيدا عن الأحزاب التي تسيطر على المشهد السياسي، وهذا ما يثبت
بأن من يقود العراق في الوقت الحاضر هو الشعب العراقي عن طريق الانتفاضة وليس المرجعية وليس الأحزاب التي سيطرت على البلاد منذ 2003. نعم أستاذ حسين، يعني هل تعتقد أن برهم صالح من الممكن أن يرجع عن قراره بتقديم الاستقالة ويعود ويستخدم حقوقه المضمونة له من قبل الدستور الذي صدعوا رؤوسنا به ويحل البرلمان ويشكل حكومة ويدعو إلى انتخابات مبكرة؟ يعني هذه يعني برهم صالح هو جزء من النظام السياسي وليس شيئا خارجا عنه. برهم صالح له حسابات كردية أولا ثم عراقية ثانيا، وليس العراق أولا بالنسبة لبرهم صالح، كان هذا حتى نفهم هذا الموضوع، لن يذهب إلى اصطدام مع إيران وحلفائها بهذا الاتجاه، وسيبقى متمسك في يعني في موقف في منتصف الطريق، أو سيقدم استقالته حتى لا يتحمل مسؤوليات أمام مصالحه أمام تحالفات الكرد في يعني بشأن الضغوط الإيرانية. برهم صالح في موقف لا يحسد عليه، لن ينحاز لصالح الجماهير لأنه مطالب الثوار والانتفاضة في العراق ستشمل برهم صالح وستشمل كل المنطقة. يعني أنت قلت في معرض ردك قبل قليل أن المرجعية سكتت ولم تشارك في العملية السياسية في الخطبة اليوم، وكأنها لا تريد المشاركة في العملية السياسية ليس حبا بالمتظاهرين لكن دعما منها لهم بطريقة غير رسمية، لكن فعليا الممثل المرجعية أحمد الصافي في خطبة اليوم حمل المتظاهرين المسؤولية عن كل ما يجري في العراق، طالبا منهم أن يكونوا يعني أصحاب أهل لعقل وحكمة وأن يسمعوا السياسيين وأن يوافقوا على ما يختاره السياسيين. هنا نرى المرجعية واقفة بالضد بالكل ضد المتظاهرين والثورة في العراق. بالضبط، ولكن كان موقف المرجعية هذا الموقف يعني المتذبذب، موقف يراعي مصالحه ويراعي ايضا يعني مكانته المهمه التي يؤمن بها الكثير من العراقيون. ولكن انا في نظري ان هو المرجعيه وكما كان حال الدول التي يعني تحاول ان تسيطر على العراق تريد ان تختار من الفائز، فاذا كان الشعب هو الفائز فسوف تقول له كنت معك، واذا كانت الاحزاب هي الفائزه وكما كان الحال منذ 2003 كانت مع الاحزاب الطائفيه في حكم العراق، وكل الأحزاب الطائفية التي جاءت سواء كان عن طريق الانتخابات المزورة جاءت عن طريق فتوى طائفية تكتب على جدران الأفيشات للمرشحين في الشوارع العراقية، وهذا ما يثبت على أن موقف المرجعية هو موقف غير ثابت يراعي مصالحه ويراعي موقفه الذي تريده أن يبقى مع العراقيين في المستقبل. طيب أستاذ حسين، أنت كيف ترى رد فعل الشارع العراقي والثوار خصوصا بعد رفضهم أكثر من شخصية وصلت إلى العيدان الذي رفضوه بالمطلق واصفين إياه بمجمل الأوصاف منها القاتل؟ يعني هناك واضح أن هناك إصرار من المتظاهرين على إحداث تغيير جذري جدي يستبعد 16 عام من الفشل بأحزابها وشقوصها ومكوناتها، وما لم تقتنع هذه النخبة السياسية الفاشلة في بغداد أن المواجهة مع الشعب خاسرة فستبقى تناور، وعلى المتظاهرين وعلى شعب العراق اللي واضح أنهم متمسكين بشكل كبير جدا في مطالبهم أن يزيدوا من حجم ضغوطهم لردع مناورات النخب السياسية في بغداد وإجبارها على تلبية المطالب كاملة بما فيها حل البرلمان وحل الرئاسات الثلاث والانتقال إلى مرحلة انتقالية يعني تشكل فيها الجمهورية الشعبية الجديدة، جمهورية العراق الجديد، الجمهورية الشعبية الثانية. أما خلاف ذلك فأعتقد أنه سيدفعوا باتجاه الصدام، سيزيد من القتل والاختطاف والاعتقالات. نعم
أستاذ أمير، يعني فيما لو شمل تصعيد كل المحافظات المنتفضة، يعني كيف تقرأ المشهد الثوري؟ في الحقيقة أن المشهد السياسي، المشهد السياسي والاجتماعي في العراق متوجه إلى التصعيد، ولكن هذا يعني تعرفه القوى المسيطرة على الحكم في العراق، وكما تعرفه جيدا إيران. لذلك يعني هناك احتمال في أن يكون هناك نوع من العمل على تهدئة الشارع العراقي، ويجب أن يعني يكون الشعب العراقيين على وعي من هذا يعني الشيء، وهو تهدئة الشارع العراقي عن طريق، وكما سمعت اليوم من قبل بعض المخضرمين في السياسة العراقية في إحدى القنوات العراقية، على تكوين هيئة من بعض رؤساء المتظاهرين، على الرغم بأن انتفاضة تشرين ليس لها رؤوس ولكن هي مد شعبي، يراد منه أن يكون هناك بعض من المتظاهرين مع بعض ما يقال من النقابات وبعض من الأحزاب التي موجودة الآن، حيث يقولون بأن بعض الرؤوس قد يعني قد تطرد، ولكن تبقى الأحزاب الطائفية نفسها للخروج من هذا المأزق. وهذا المأزق هو ليس، وهذا الحال هو ليس في صالح يعني مستقبل العراق، لأن الأحزاب الطائفية وخصوصا إيران تريد أن تبقى من خلال تغيير يعني طفيف على المشهد السياسي العراقي من قبل هذه الهيئة التي يقال بها الآن، وقد اجتمع بها الرؤساء الثلاثة، أي الرئيس المستقال ورئيس الوزراء المستقال وبعض العراقيين الذي لهم شأن كبير في مشكلة العراق، وهو الخروج عن طريق تشكيل هيئة لتهدئة الشارع العراقي بمشاركة بعض الرؤوس التي تشارك في الانتفاضة العراقية. يجب الحذر. نعم، كنتم معنا في استوديو رافدين عبر سكايب من باريس السياسي العراقي أمير المفرجي، شكرا جزيلا لك، وأيضا من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان، شكرا جزيلا لك أيضا.